السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، من هنا من مطلع الشمس من عروس الساحل الشرقي نمسي عليكم ونحييكم في برنامجكم وفي حلقة جديدة من الفجيرة تجمعنا. وكالعادة مشاهدينا برامجنا ومواضيعنا أكيد كثيرة وضيوفنا أكيد مميزين. ومن مواضيعنا مشاهدينا الكرام مشاركة مفوضية كشافة الإمارات أو كشافة الفجيرة مع جمعية كشافة الإمارات بالمخيم الكشفي العالمي بكوريا الجنوبية، وأيضا ورشة الولاء والانتماء والمواطنة الإيجابية. هذا طبعا بالإضافة للعديد من المواضيع إن شاء الله والتقارير اللي راح تتابعوها إن شاء الله معنا في حلقتنا لهذه الليلة. بداية، أصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله القرار رقم 14 لسنة 2023، والذي يقضي بتشكيل اللجنة العليا للخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026 وبيان مهام عملها وصلاحياتها. تأتي خطة الفجيرة 2026 تنفيذا لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله بتطوير منظومة متكاملة تدعم مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها أو الذي يشهدها تشهدها إمارة الفجيرة في كافة القطاعات، وتسهم أيضا في مواصلة تعزيز ركائز التنمية الشاملة بالدولة. كما تعمل الخطة بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله نحو الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة حياة الأفراد واستشراف مستقبل ريادي يقوم على التطور واستثمار الفرص وبناء العقول. وتهدف الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026 إلى تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، وأبرزها قطاع السياحة والاقتصاد والعمل الحكومي والبنية التحتية والانتقال بكفاءة الكوادر البشرية والأداء والخدمات في المؤسسات الحكومية إلى أفضل المستويات. ويشارك في عملية بناء الخطة مختلف الجهات من القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية وفئات المجتمع المدني بهدف الوصول طبعا إلى أفضل النتائج ضمن محاور الخطة وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة المستقبلية كمدينة عربية وعالمية رائدة. وستعمل مشاهدينا الكرام الخطة وفق مؤشرات أداء تركز على قياس وتطبيق عدد من المحاور الرئيسية عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع التحولية الكبرى مع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات ذات الاختصاص بقطاعات التطوير المستهدفة في إمارة الفجيرة. وترتكز خطة الفجيرة مشاهدين الكرام 2026 على محاور الرؤية الوطنية نحن الإمارات 2031 التي تستكمل مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال العقد القائم، وتركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية، وتهدف أيضا إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية ومركز جذب وتأثير ونموذج ريادي بين دول العالم على كافة الأصعدة. ومن المقرر مشاهدينا الكرام الانتهاء من بناء ورسم مسارات عمل خطة الفجيرة 2026 في نوفمبر العام الجاري عبر العمل المشترك بين الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة وبإشراف ومتابعة اللجنة العليا لخطة الفجيرة 2026 وتقييمها والرقابة على تنفيذها دوريا. مشاهدينا، وإلى موضوع آخر، حيث انفرد طاقم السفينة الشقي 96 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري بصدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما مع نهاية جولات الموسم 2022-2023. مشاهدينا، المزيد من تفاصيل في ما يخص هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ أحمد الطاير، وهو مساعد النوخذة في السفينة الشقي 96 والتي توج طاقمها بصدارة الترتيب العام لبطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما
للموسم 2022-2023. اهلا وسهلا فيك كابتن. اهلا اخواني، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير والسمور والسرور. في بدايه الامر امسي عليكم على الاخوه المستمعين والمشاهدين جميعا. الله يسلمك ويمسيك بالنور والسرور ويا مرحبا بك. في البدايه طبعا نقدم لكم التهاني والتبريكات بالحصول على صداره الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدم مع نهاية طبعا جولات هذا الموسم 2022-2023، وهذا إن دل فلا يدل إلا على تميزكم حقيقة في الصعود إلى القمة دائما وأبدا، وهذا ما عهدناه منكم أكيد. أستاذ الفاضل، ياريت تتحدثنا عن هذا الإنجاز واللي ينضم لإنجازات كبيرة لكم أكيد. الله يبارك فيكم جميعا. في البداية وفي بداية الأمر حاب أهدي هذا الإنجاز إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مالك محمل الشقي، ونشكره على دعمه المادي والمعنوي لمحمل الشقي وللسباقات الشرعية بشكل عام. اليوم الحمد لله محمل الشقي قدر يحصل على بطولة الموسم في السباقات الشرعية لموسم 22-23، وهذا الحمد لله أتى عن طريق الاستعداد الجيد والتعديلات الجيدة للمحمل بشكل عام. اليوم الحمد لله أتى عن طريق الاستعداد الجيد لكل سباق، لكل يعني الجولة بشكل عام، هذا يدل على إنجاز بشكل عام كبير. نعم أستاذ أحمد، يمكن أغلب الناس ما تعرف أن الوصول للقمة في مثل هالسباقات تحديدا ليس بالأمر السهل حقيقة، لكن السؤال هنا كيف تصنع البطولات في هذه السباقات الشاقة والصعبة والطويلة أيضا، وكيف يتم أيضا الإعداد لها والمشاركة أيضا في كل سباق من هذه السباقات؟ نعم صحيح، الوصول للقمة ليس بالأمر السهل، وذلك بسبب كثرة المنافسين عندك في المحامل الشراعية، وخصوصا أن يعني في الآونة الأخيرة يختلف من سباق لسباق، توجد منافسين كثار. نعم. عندك يعني أنت ما تقول أنا مستعد اليوم أو فزت الجولة الجاية بحافظ على هذا الرتم، لا، لأن في كل سباق له طابع مختلف. صحيح. يعني يوجد منافس جديد طلع لك في الساحة، المهم والأهم من ذلك أنك أنت كيف تحافظ على هذا المستوى اللي هو الحصول على المركز الأول. نعم أكيد. نعم صحيح، فهذا يدي أنا على نفس ما قلت لك بشكل مسبق أنه تستعد بشكل جيد قبل كل سباق عن طريق الإعداد الجيد من المعدات لجميع المحمل ومن شراع من آلة، من تأكد من سلامة جميع المعدات اللي تساعدك على حصول المركز الأول. نعم صحيح. طيب أستاذ أحمد، على متن هذه السفينة أكيد مهام عديدة ومختلفة لأفراد الطاقم، فأنت مثلا مساعد النوخذة، وهناك أكيد مهام أخرى لأفراد الطاقم الموجود على السفينة، يا ريت لو تعرفنا أكثر على المسميات والمهام لكل أفراد الطاقم أو طاقم السفينة. بالنسبة للمسميات يوجد على سبيل المثال السكوني اللي هو يكون النوخذة. نعم. وعندك الجعدي اللي هو يكون نائب من النوخذة، والمجدمي اللي هو يكون مسؤول عن البحارة، وعندك اليزوة اللي هم البحارة، من ضمنهم أيضا اللي هو يكون النهام اللي هو يساعد ويشجع البحارة بهزيج البحرية حتى. نعم. يخفف من شدة هذه السباقات. نعم طيب. نعم. هذه السباقات أستاذ أحمد أيضا موغلة في تراثنا البحري العظيم والكبير حقيقة، العميق اللي ما له قرار عقولتهم. كيف ممكن أستاذ أحمد أن تتوارث عبر الأجيال هذه السباقات، وكيف تعلمتم أيضا مهارات هذا السباق؟ هذه السباقات هي أصل للتراث البحري، حيث المكان منها آبائنا وأجدادنا يمارسون هذه الرياضة عندما كانوا يمارسون مهنة الغوص قديما. نعم. وتعلمنا نحن منهم من الصغر، يعني من شفناهم يمارسون هذه المهنة. طبعا نحن من صغرنا عشنا في بيئة بحرية على ما يقولون، والحمد لله نحن اليوم نقدر نحافظ على هذا التراث ونقدر نستمده من خلال هذه الرياضات البحرية، كونها يعني جزء لا يجزأ من موروثنا التاريخي الرياضي. نعم أكيد. طيب أستاذ أحمد، انتشرت هالسباقات البحرية ونشوفها ما شاء الله في كل مكان، وتطورت أيضا بشكل كبير، لكن أنتوا كيف تشوفون انتشارها بين جميع الرياضات البحرية الموجودة حاليا؟ اليوم أصبحت السباقات البحرية تعد من ضمن المحافل العالمية،
ونحن نتمنى أن نرى أن هذه السباقات الشراعية تكون بين تلك المحافل العالمية، لأنها لا تقل أهمية عن بقية الرياضات البحرية الأخرى، خصوصاً أن هاي يعني مهنة متزامنة مع الأجيال، جيل عن جيل يقدر يتوارثها، فهاي يعني لا تقل قيمة عن بقية الرياضات البحرية الأخرى. نعم. طيب أستاذ أحمد، أحياناً تكون النهاية هي عندما تبدأ من جديد، فماذا عن تحضيراتكم للموسم القادم من السباقات؟ والله احنا الحمد لله مستعدين كل الاستعداد لبداية الموسم الجديد ان شاء الله، سواء من قارب جديد، من آلة جديدة، من شراع جديد، وان شاء الله راح نقدر نحافظ على هذا المستوى ونطمح للمركز الاول دائما بإذن الله دائما وابدا. طبعا كل الامنيات بالتوفيق لكم في قادم السباقات. الاستاذ احمد الطاير وهو مساعد النوخذة في السفينة الشقي 96 والتي توج طاقمها بصدارة الترتيب العام لبطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما للموسم 2022-2023. شكرا لك أستاذي الفاضل على هذه المداخلة وألف مبروك مرة ثانية. الله يبارك فيك ونشكركم على الاستضافة وجزاكم الله خير ومشكور. العفو. الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا. مشاهدينا، ضمن إطار تطبيق استراتيجية الفجيرة وبرنامج التميز الحكومي الأمثل بهدف رفع مستويات الأداء المتميز والريادة، نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وبذلك بالتعاون أيضا مع المركز العالي للاستشارات والتدريب برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة 7 نجوم، وذلك في فندق فيرمونت دبل الفجيرة، وبحضور عدد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة الفجيرة. خلونا نتابع وياكم هذا التقرير. نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اليوم ورشة بعنوان برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة 7 نجوم، والذي يهدف هذا البرنامج إلى نشر ثقافة الخدمات الحكومية وتعزيز أجود الخدمات للمتعاملين من القطاعين الخاص والعام، وأيضا هناك مفاهيم ومعايير 7 نجوم. ومن أهم هذه المحاور الميثاق الإماراتي للخدمات 7 نجوم، وأيضا نماذج المحلية والعالمية، والعديد من المحاور التي سوف يتطرق إليها الدكتور أنور سليم في هذه الورشة. ونتمنى الاستفادة من جميع المؤسسات في القطاع الخاص والقطاع العام. اليوم اجتماع هام جدا وهو لقيادات الدوائر الحكومية لنتكلم ونطرح موضوع هام جدا وهو برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة. هذا البرنامج له من الدور الكبير في الأهمية في تعزيز ثقافة الموظفين وأيضا المتعاملين، وكذلك يركز هذا البرنامج لخلق القيمة المضافة للمتعامل، كيف نخلق قيمة مضافة ذات كفاءة وفعالية للمتعامل. لذلك هذا البرنامج هو جهد سنوات طويلة جدا وجهود قامت بها القيادة الرشيدة حتى تخرج بهذا المخرج وهو برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة. هنا نستطيع أن نختصر هذا الموضوع بأن هناك سمات يجب على الدائرة أو الجهة الحكومية أن تركز عليها في تطبيقها للمتعامل، ولكن عندما تركز على تطبيقها لا تركز على تطبيقها قولا دون فعلا، بل يكون قولا وفعلا. فمثلا نتكلم عن خدمات بسيطة ذات سهولة، هنا نتكلم عن كيف نبسط الإجراءات للمتعامل وكيف نجعلها سهلة الحصول للمتعامل. إذن هنا جمعنا ما بين حاجة المتعامل في السهولة وحاجة المتعامل في الوصول. وبصراحة أعجبني كثيرا جهود وتفاعل الحضور، حضروا من وقت مبكر وظلوا إلى آخر دقيقة وهم مهتمين بكل دقيقة في البرنامج، لأن لها من الأثر كبير في تطوير قدراتهم وتطوير مؤسساتهم.
أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء. المخيم الكشفي العالمي هو فعالية تجمع شبابا من مختلف الثقافات والجنسيات لتجربة تعليمية وترفيهية تكشف عن مفاهيم الكشافة وتعزز من قيمها. يحظى المخيم مشاهدينا الكرام بأهمية كبيرة للشباب لأنه يقدم العديد من الفوائد للمشاركين، وسوف يكون هناك أو ستكون هناك مشاركة فعالة من شباب كشافة الإمارات لهذا العام، راح نتعرف عليها أكثر في فقرة هنا الفجيرة. نعم مشاهدينا، رحبوا بضيفي في الاستوديو الأستاذ عبيد أحمد الكعبي وهو رئيس مفوضية كشافة الفجيرة. حياك الله أستاذ عبيد. الله يحييك. يا مرحبا بك والله. الله يرحمك. مشرفني ومنورني. الله يطول عمرك. الله يسلمك. عمرك طويل. الله يحفظك. يا ريت لو نتكلم عن المخيم طبعا، واللي هو الحديث المتداول حاليا في إمارة الفجيرة، المخيم طبعا الكشفي العالمي. والله طال عمرك، المخيم الكشفي العالمي، قبل ما أدخل وأتكلم عن المخيم، أنا أحب أشكر رئيس جمعية كشافة الإمارات الدكتور سالم الدرمكي والأمين العام الأستاذ خليل رحمة على دعمهم المستمر لمفوضية كشافة الفجيرة بشكل خاص ومفوضيات كشافة الإمارات بشكل عام. المخيم الكشفي العالمي هذا مخيم يقام كل 4 سنوات في دولة من دول العالم، يتواجد فيه أكثر من 40,000 كشاف وقائد في الحركة الكشفية من 171 دولة. فهذه السنة اختيرت كوريا بتجمع المخيم الكشفي العالمي. نعم. طيب أهمية هذا المخيم أستاذ عبيد يعني في تنمية مهارات الشباب، صقل هذه المهارات، تطويرها، معرفتهم، توسيع مداركهم ومعارفهم أيضا. نعم. هذا المخيم طبعا اختاروا من كل مفوضيات الإمارات اختاروا مجموعة. طبعا هذا المخيم أول مرة في تاريخ الإمارات أن 70 شخص يطلعون من دولة الإمارات يمثلونها في هذا المخيم العالمي. كل مرة العدد يكون أبسط من هذا، وهذه السنة العدد غير. وشكرا طبعا لجمعية كشافة الإمارات على دعم هذه الكشافين ودعم المفوضيات. المخيم هذا يمتاز فيه أن الشباب يتعرفون على ثقافات دول العالم. اليوم ما في حد راح يروح المخيم ما راح يرجع بثقافة جديدة من دولة من دول العالم. نعم أكيد. حقيقة لو نتكلم ما نتكلم عن هذه المخيمات الكشفية، على الصعيد الشخصي حقيقة أنا شاركت في أحد المخيمات من زمان طبعا أيام الصبع قولتهم، لكن مشاهدينا اللي ما يعرف المخيم الكشفي حقيقة المخيمات هذه جدا مفيدة، ويعني تعرفك على ناس وعلى شخصيات، تعرفك على أمور أعمال أفعال أول مرة ممكن أنت تشوفها في حياتك. صحيح. تحتك حقيقة بثقافات عديدة، تتعلم منهم، تشوف حتى طرق تفكيرهم. صحيح. غير عن طريقة تفكيرك أنت كيف. صحيح. تتعلم فعلا فتستفيد وايد من هالمخيمات. يمكن الناس تسأل تقول شو فائدة من هالمخيمات، يسيرون الحين ما أدري كم من يوم، أسبوعين ولا ثلاثة. نعم. ويصعدون وينزلون ويسيرون وليلة سمر وما سمر وغيره من كلها مفيدة طبعا. ما راح انتهي المخيم هذا، ما راح تطلع منه بدون فايدة، مستحيل تطلع طبعًا. بدون فايدة مستحيل. اليوم الكشافين هناك يتعلمون نصب خيمته، كل واحد ينصب خيمته، كل واحد يتعلم هناك مثلا في أمطار يتعلم كيف يضبط وضعه في هذه الظروف وكيف يتأقلم. كيف أيوة. يتأقلم مع ظروف. وبعدين حتى الطهي هم يطبخون لحالهم، يعني كل واحد يطبخ، كل جروب يطبخ اكله غداء عشاء، يعني ما في كشاف ما بشيف، ما في، كلهم كل كشاف شيف. ايوه كل واحد يكون شيف. سلام. وكل واحد يعني تعرف اليوم لما تكون انت وصديقك في 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 يعني في في صحراء او في غابه او في كذا، اليوم تتعلم اشياء كثيره، دروس كثيره. اذا ما عندك حبل شو بتسوي مكان، تجيب مكان الحبل انك انت تمشي امورك لو صار لك اي شيء يعني في. صح. ما انتظر حد يطبخ لي، ما انتظر حد يغسل لي، ما انتظر. انا اذكر في المخيم كنا ناخذ ملابسنا اللي كنا نبدل، ناخذ ملابسنا ونحطها على حصى
وندق الحصى الثانية يعني نغسلها في نهر يكون صغير صحيح 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 من جداول الأنهر اللي موجودة هناك صحيح صحيح. فجميل يعني شعور أمور يعني أيام كذا حلوة تمر من حياتك تكون طبعا راح تخلف لك ذكرى أكيد بلا شك أكيد. لكن أيام حلوة تستمتع تتعرف تغيرت تتعرف على ناس من دول ثانية اليوم يكون عندك أنت صداقات صداقات أيوة بالضبط وبعدين أنت اليوم تمثل الإمارات يعني اليوم نحن كشافين يمثلون الإمارات ما يمثل شخصه يعني اليوم لما يشوفه يقول هذا الإماراتي فأنت اليوم لما تمشي هذا الإماراتي فالإماراتي دائما مميز فأنت اليوم يعني تروح هناك تنشر ثقافة أو في ناس ما تعرف الإمارات في دول ما تعرف الإمارات فأنت لازم اليوم تقول له شو الإمارات ومنو العايش في هذه الإمارات وكيف يتسامح الإماراتي وكيف صحيح. الإماراتي دائما مميز بنظافته مميز بأسلوبه مميز بكل شيء فهذا شيء فعلا حلو في التجمعات يعني تمتاز في التجمعات أكيد نعم. الله يعز الإمارات دائما اللهم إن شاء الله أكيد نحن بنستمر ومستمرين معك في هذا الحوار أستاذ عبيد ولكن راح نطلع شوي فاصل وراجعين أكيد نعم مشاهدينا فاصل قصير وراجعين لكم لإكمال الحديث عن هذا مخيم الكشف العالمي انتظرونا نعم مشاهدين أهلا بكم من جديد ومستمرين وياكم في الحديث عن المخيم الكشف العالمي أكيد ونرجع لضيفنا أكيد أستاذ عبيد حياك الله ويانا من جديد ومستمرين وياك أكيد في هذا الحديث الشيق حقيقة عن هذا المخيم أو هذه المخيمات بشكل عام ولكن اليوم السؤال الأنشطة أستاذ عبيد شو هي الأنشطة المعتادة في هذا المخيم الأنشطة كثيرة في هذا المخيم عندهم مثلاً الكاياك عندهم مثلاً الهايكينج عندهم التعرف على البوصلة أو ألعاب البوصلة كثير والله يعني نشاطات أهم نشاط كيف هو يركب الخيمة أهم نشاط كيف هو يستعد الصبح لطلوع الصبح ورفع العلم هذا أهم شيء في النشاطات هاي والنشاط الأكبر اهتمام أو الأهم أنك أنت كيف تنشر ثقافة دولتك للدول الثانية يعني اليوم المخيم هو عبارة عن مخيمات في كل دولة لها مخيمها الخاص وأنت تروح تزور المخيمات الثانية تروح تزور دولة كذا تروح تزور دولة كذا فأنت تشوف شو عندهم هم هناك في والله جميل في في كل مخيم. والله جميل جدا أي والله. أي والله. فهذا طال عمرك الأجمل شيء في التخييم نعم طيب يعني خلنا نتكلم عن دور المخيم أستاذ عبيد في يعني خلنا نقول في تعزيز روح الانتماء للمجتمع للوطن تعزيز الهوية الوطنية أيضا كيف يكون ذلك؟ أنا الحين يعني أنا قاعد أتخيل اللي قاعد أشوفه من يومين من طلعوا الشباب من الإمارات من مطار الإمارات إلى مطار كوريا وهم يهتفون أناشيد عن الدولة وهم يهتفون المعنوية عالية وهم يمشون رافعين العلم هذا أهم يعني هني الولاء لما أنت تشوفهم وهم يمشون 70 شخص يمشي في المطار وفي الأماكن هذه وهو رافع علم الدولة بلبس موحد لبس الإمارات لبس كشافة الإمارات ويهتفون يعني باسم صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه ويهتفون ب مناطق الإمارات أو فإحنا أنت تحس هني الولاء من دون ما أتكلم عنه يعني والله لو الحين مرة أتذكر الفيديوهات اللي كانوا يصورونها على الإنستغرام لحد ما وصلوا هناك وفي الافتتاح لما تشوف علم الإمارات في الستيج يطلع والشباب فرحانين يعني تعرف هني هذا هو أكبر شيء أو أكبر فرحة لما تشوف علم دولتك في دول ثانية ما في حد أكيد يعني ما نريد نميز أنفسنا عن الناس ولكن ما في حد ما يحب وطنه صحيح ولكن صدقني الشخصية الإماراتية أو الشخص الإماراتي مجرد ما يسمع عن اسم الوطن بلاده يا أخي ترد للروح أكيد والله لو كان كسلان دبلان بس يقول الإمارات ولا سمعنا عن طاري الإمارات تلقاه
يتنشط يسوي ريفريش مره ثانيه. صحيح. اللهم ادم نعمه الوطن والامن والامان اكيد علينا، وتمون شيوخنا تيجان على راسنا الله يحفظهم. ان شاء الله. طيب عبيد، يا ريت تشاركنا بعد بعض القصص الملهمه اللي حول تاثير المخيمات الكشفيه اكيد على الشباب، قصص حلوه. هذا السؤال اللي انا انتظره من الصبح. نعم. حقيقه اليوم يعني الكشاف لما انت تحطي قائد في المخيم، هني الكشاف دائما ياخذ شخصيه القائد. لو كان في ناس خجولين الشخصيه، صحيح. بس هني انت اليوم يشيل الخجل ويتعلم انه هو قائد. صحيح. نعم. فهذا هو اهم شيء في المخيمات. القصص يعني انا بكلمك عن قصتي انا في الكشافه. لما سلام. كنت في كشافه المدرسه. يا سلام. أنا كنت رئيس الكشافة في المدرسة ورئيس النظام في المدرسة. فلما كنت أمشي الناس تعمل لي حساب في شو؟ أن هذا كشاف، هذا لازم الحين بيقولنا ليش ما رحتوا الطابور؟ ليش ما رحتوا ما أدري وين؟ فأنت تحس بشخصيتك كأنه شرطي إيه خلاص رجل الأمن. إيه فمرة في شفت واحد من الشباب مو يعني أقول له روح الطابور، هو مو براضي. فقلت له روح، له مو براضي. فقلت له ما عليه. رحت خلاص انا قائد. فرحت عند الاستاذ الله يذكره بالخير يحفظه، فقلت له كذا 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 والشخص مو برايح. قال زين وبعدين؟ قلت له انا قلت له ايش تباني اسحبه؟ قال لا انت ما تسحبه، احنا بنكلمه وبيروح بروح. فلما كلمته اخر شيء طلع هو عنده اجازه طبعا مرضيه او شيء كذي من الطابور. فمن بعدها قلت له خلاص انا بتكلم، قول له وش عندك اجازه ولا لا؟ لا يعطيك العافيه. طيب صار بنت، كيف يمكن يعني المشاركة في المخيمات أن تسهم أيضا في بناء شخصية الطالب خلنا نقول، وتعززه أو تزيد من ثقته في نفسه؟ كيف؟ إحنا تكلمنا عن أنه يعتمد على نفسه، أنا ما أختلف معك فيها هاي، أنه فعلا المخيمات الكشفية فيها الكثير من أن تعلمك أنك أنت تعتمد على نفسك. أنت جاي من بيئة مثلا خلنا نقول معك خادمة في البيت اللي يطبخ لك، اللي يسوي لك، اللي يغسل لك ملابسك، اللي كذا، في هناك مساعدات مثلا. نعم. ولكن يوم تروح المخيم خلاص انت بروحك، ما في ثيابك غسلها، اكلك انت سوي، انت تطبخها، انت تطبخها، انت تاكل، انت تسوي، انت فرشك انت ترتبه. صحيح. فكيف تعزز هالمخيمات من ثقة النفس بنفسه، بالشخص نفسه، من ثقته بنفسه، وايضا يسوي لها شخصية من هالمخيم؟ دائما يكون لازم في شخصية تكون في المخيم. لما أنت اليوم تحرس المخيم، هذه بروحها شخصية، وفيها خوف بالليل لأنك أنت تحرس مخيم. بالضبط. لكن صحيح. أنت اليوم في عندك مساعد معك يساعدك في الحراسة، أو في واحد مراقب يراقبك إذا أنت احتجت أي شيء. فهنا بعد أنت تكون أول ليلة ممكن صعب عليك، ثاني ليلة تتعود على الحراسة وتتعود على كذا، وتتعود على أنك أنت تمشي بكل ثقة في المخيم، وتروح لمخيم ثاني تشرح له عن دولتك، تشرح له عن تجاربك في الإمارات، تشرح له عن كذا. فهني أصلاً الشخصية دايركت تتغير معك لما أنت تتكلم من شخص إماراتي إلى شخص من دولة ثانية وتشرح له. هنا أنت كسرت حاجز الخجل وصارت لك الشخصية مع مرور السنوات ومع المخيمات، هذه تقوى الشخصية دائما معك. نعم. أوكي. بس في عبيد بعد نتكلم شوي عن المخيم. اليوم مدحناهم وايد المخيمات الكشفية، ولكن الحقيقة يستحقون. نعم. المخيم الكشفي أيضا له إيجابية أو فائدة بأنك أنت تترك وتتخلى شوي عن الأمور التكنولوجية. نعم. أمور تواصل اجتماعي، أمور يعني الحديثة هذه المتطورة. صحيح. لأن ما عندك وقت لها. ما عندك وقت لها، وتعيش مع الطبيعة. صح. تعيش مع الناس منك له، ما في تواصل اجتماعي حقيقي. صحيح. مع الناس اجتماعي فعلا، ومن فئات غير مواطنة، مش صحيح. منك ومش فيك، لهم ديانات عديدة، لهم يعني ناس. ففعلا انت تترك كل هالامور هاي، وفعلا ما نفكر لا في تليفون ولا في غيره ولا خلاص، احنا في جونا اللي احنا فيه ثلاث اربع خمس ايام اللي فيها، ومن بعدها نرجع اكيد يعني. ولكن هذه بعد من الايجابيات اكيد للمخيم الكشفي. لكن نبغيك
نسلط نبغيك تسلط الضوء ايضا على مشاركه والاستعداد للمشاركه في هذا المخيم من قبل كشافه الفجيره تحديدا. نعم. طبعا جمعيه كشافه الامارات ولهم الشكر الكبير. اكيد طبعا. جمعيه كشافه الامارات نظمت 3 مخيمات تحضيريه للمخيم العالمي. يعني كانوا الشباب اول مخيم كان في العين ويعرفونهم شو اللي بيصير في المخيم هناك. يعني هو ما يعني مو برايح المخيم هو متفاجئ في شيء، لا، هني عيشوهم الحدث، شو بتكون، كيف راح يكون المخيم، شو اللي انت تحتاجه للمخيم. وبعدها راحوا على دبي وبعدها على راس خيمه. فثلاث مخيمات تحضيريه كانت قبل ما يروحون الى كوريا، يعني مجهزينهم ومرتبين انت في اي طليعه وانت في اي وكم رقمك، يعني رقمك في المخيم يعني وكذا. فكانوا مجهزين الشباب جزاهم الله خير. يعني هذه المخيمات التحضيريه استاذ عبيد، نعم، كانت للاستعداد طبعا. طيب اهميه هذه، انا اليوم عشان اروح المخيم الكشفي العالمي هذا في كوريا، ليش عملت انا المخيمات التحضيريه هني؟ اوكي كاستعداد، وشو الأشياء الأخرى أيضاً؟ الأشياء أنك أنت تكون جاهز مستعد طبعاً، لأن أنت مستعد وأنت عارف ما راح تتفاجأ. يعني شوف نحن مثلاً بعد يومين الشباب عندهم هناك اليوم الوطني الإماراتي، وكل دولة تتكلم عن يوم الوطني لدولته. فبعد يومين عندنا نحن الحدث هذا، فهم لازم يكونون جاهزين شو بيسوون هناك في هذا اليوم في هذه الفقرة، كيف أنت راح تتميز. في هناك تحدي دائماً بين الفقرات، مين الدولة اللي تميزت في ثقافتها يعني. طيب قبل شوي انت قلت او رديت علي قلت ما عندك وقت اصلا انت في المخيم انك انت تلتفت لايباد او تليفون او لغيره. صح. اكيد في تدريبات استاذ عبيد. اكيد. فبنتعرف وياك ايضا على هالتدريبات اللي تقومون بها اكيد في هذا المخيم. طبعا هم من يصحون الصبح عندهم برامج ما عنده وقت يمسك تليفونه. صح. لان برامج انت تصحى من الفجر لحد الساعة 7-8 خلاص انت يعني يومك خلاص، طبعا أصلاً. انت جاي من نازل من يبل داخل البحر طالع من غير استعداد ترقد عشان تقوم الفير. ايوه بالضبط نفس الشيء. انت المخيم هذا يعلمك حتى الانضباط، الساعة الفلانية ترك انت راح تكون في الوقت الفلاني. فانت تتعلم في هذا المخيم الانضباط، تتعلم في المخيم الطاقة الإيجابية اصلا في الطبيعة وفي الحياة وانت واصدقائك. وهذا العمر اللي فيه الشباب الحين اللي راحوا هو هذا عمر اللي يستمتعون فيه مع أصدقائهم، لأن بي عمر خلاص أنت اليوم تبغي ترتاح ما تبغي تروح وكذا. فهذه فرصة جتهم، ونحن نشكر طبعا دولتنا أن سمحتنا أن نحن نشارك في هذا المخيم. نعم يعطيكم العافية. حقيقة المخيم أو المخيمات الكشفية بشكل عام تعزز من ثقتك في نفسك، تعزز من انتمائك أيضا لوطنك ومحافظتك على الموروث الشعبي لوطنك وإظهاره للخارج بكل اعتزاز وفخر. أكيد المخيمات هذه لها فوائد كبيرة حقيقة للي يعرف قدر هذه المخيمات. أنا شاكر لك تواجدك معي، شاكر لك بأنك أنت رجعتني كم سنة وراء لهالمخيمات الجميلة حقيقة. الله يسعدك. الأستاذ عبيد أحمد الكعبي وهو رئيس مفوضية كشافة الإمارات كشافة الفجيرة، شكرا جزيلا لك على تواجدك. بالعكس نحن اللي نشكركم ونشكر قناتكم دائما المتميزه بصراحه في كل يعني في نقل كل الاحداث الرياضيه او الثقافيه، وشكرا جزيلا لك. الله يحفظك. شكرا. شكرا. يعطيك العافيه. نعم مشاهدينا الكرام، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيره حفظه الله، اختتم نادي الفجيره للفنون القتاليه برنامج اجيال المستقبل في نسخته الرابعه، وتم تكريم المشاركين من قبل سمو الله. نتابع معكم هذا التقرير. كان اختتام برنامج أجيال المستقبل اليوم، الحمد لله كان برنامج ناجح على جميع المقاييس من خلال عدد المشاركين، من خلال التوسع الجغرافي للمناطق اللي كانت مشاركة، كذلك أهم شيء كان استقطاب عدد هائل من اللاعبين اللي إن شاء الله عنا معهم خطة واستراتيجية
على المدى البعيد باش نكونهم وتكون معنا نحاولوا معنا نوصل اهدافنا نكونوا ابطال عالميين ولما لا ابطال اولمبيين ان شاء الله. اشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره على الجهود الجباره للطلبه في اجيال المستقبل الصيفي النسخه الرابعه على الاشياء اللي سووها، وان شاء الله السنه الجايه نكون متواجدين مره ثانيه. الحمد لله الاطفال استفادوا كثيره منها وقووا شخصيتهم ومهاراتهم وحسهم الفني في اللعبه ومارسوها شويه في البيت، يلعبون بينهم وبين بعض شويه. ونشكر نادي الفجيره للفنون القتاليه على الجهود، ونشكر الكباتن والطاقم اللي العمل. نتقدم كل الشكر والتقدير لنادي الفجيره للفنون القتاليه. طبعا هذه فرصه جميله استفاد منها الطفل استثمار وقته وقت فراغه في الاجازه الصيفيه وتنمية قدراته البدنية، واستفاد كذلك من التدريبات اللي حصل عليها خلال هذه الفترة فترة البرنامج. ونتمنى إن شاء الله أن البرنامج هذا يتكرر أجيال المستقبل الدورة الخامسة السنة الجاية إن شاء الله إذا كان لنا عمر، وراح إن شاء الله بعد نشارك فيه. نتمنى إن شاء الله تتكرر نفس هذه البرامج. أنا دخلت جوجستو من شهر في هذا النادي، كان نادي مرة ممتع وتعلمت وايد أشياء جديدة، وفي هالنادي تعلمت الدفاع عن النفس وتعلمت وايد حركات مثيرة للاهتمام وممتعة. وأشكر الكوتش بعد كوتش الجوجستو، وشكرا لكل شيء تعلمته، تعلمت الدفاع عن النفس بطريقة مبهرة جدا. استفدت وايد أشياء من هالنادي بفضل المدربين، عرفت أتقن لعبة المبارزة، هي أعطتني قوة وحبيت الشيء. أنا ما كنت أعرف شو يعني المبارزة، بس يوم دخلت علمني الكابتن وعرفت معنى المبارزة وتعلمت وأتقنته. راح يكون السنة الجاية من المشاركين في النادي وراح أتعلم أشياء جديدة غير المبارزة. طبعاً أنا مشتركة هني عشان أول سنة حقي أشترك فيها واستفدت وايد من هالأشياء. مثلاً لا سمح الله صار لي موقف وما قدرت أدافع عن نفسي، تكون لي روح رياضية أقدر أدافع عن نفسي، وإن شاء الله بعيد هاي التجربة وبكررها مرة ثانية للأولمبيات وأوصل لشرق آسيا، وإن شاء الله أكون زينة يعني وأكون فخورة بنفسي يا رب. شكرا لنادي الفجيرة للفنون القتالية، وإن شاء الله بعيد هاي التجربة مرة ثانية. أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء. أعلنت جمعية بيت الخير نتائج إنفاق النصف الأول من هذا العام، حيث أن حجم إنفاق الجمعية في نهاية يونيو بلغ 69,596,000 درهم، استفاد منها 17,554 أسرة وحالة، منها 5,000 أسرة مواطنة من ذوي الدخل المحدود تلقت دعما شهريا وموسميا بقيمة 21,285 مليون درهم. للتفاصيل مشاهدينا معنا عبر الهاتف سعادة سعيد مبارك المزروعي، وهو نائب المدير العام في جمعية بيت الخير، وهو المتحدث الرسمي أيضا باسم جمعية بيت الخير. أهلا وسهلا فيك سعادتك في برنامج الفجيرة تجمعنا. الفجيرة وأهل الفجيرة يدعونا دائما أهلنا وناسنا. الله يسلمك. الحقيقه ما نستطيع مهما عبرنا عن تعاونكم ويانا، لا نستطيع الا ان نقولكم مشكورين على هذا التعاون الواقعي. الله يسلمك والعفو سعادتك، هذا واجبنا اكيد، وانتم اكيد برامجكم ومشاريعكم اكيد تستحق الدعم الاعلامي
الكبير حقيقة. الله يجزيكم الخير ويجعل هذا إن شاء الله في ميزان حسناتكم. أكيد سعادتك بداية نبغى نتعرف وياك على البرامج والمشاريع اللي تنفذها حقيقة جمعية بيت الخير وذلك لمساعدة المحتاجين والمجتمع بشكل عام. والله طال عمرك نحن طبعا دائما اللي هي مساعداتنا تلتقي بالأسر. نعم. وعندما تكون الأسرة الموجودة يعني الأسرة طبعا لها جوانب كثيرة من الاحتياج. اليوم نحن في صف كافة المؤسسات التي تدعم الأسرة ونحن من الداعمين الأساسيين للأسرة. نعم. طبعا نحن ما نستطيع أن نوفي هذا الدعم لولا الحكومة ودعم الحكومة بدفعنا لهذا الموضوع. نعم. نحن كبيت الخير طبعا موجودين في كل الإمارات وبالذات إمارة الفجيرة لها طابع كذلك مختلف، وأنتم مكان ترحيب لنا ونحن كذلك قلوبنا مفتوحة. الله يسلم. دائما بكل سرور وبكل فخر أن نتعاون في هذا المجال. الله يسلمك سعادتك. سعادتك يا ريت نستعرض وياك أكيد الجهات اللي شاركت واللي ساهمت أكيد في تحقيق أهداف جمعية بيت الخير. طبعا نحن الحالات اللي هي تساهم معنا هي المسألة مفتوحة، ولكن هناك لابد أن نشكر جهات رئيسية في الموضوع. نعم. الجهة الرئيسية الداعمة هي بنك دبي الإسلامي، وهناك عديد من الجهات الأخرى الرسمية كذلك اللي هي تشارك وتساهم، ومنها الأهلية أو منها حتى على مستوى الفرد يعني من الداعمين لهذه المؤسسة. نعم. طيب سعادتك كيف يمكن للأفراد أيضا المساهمة والمشاركة في جهود جمعية بيت الخير؟ بيت الخير طال عمرك هي يعني طبعا اليوم نحن أصبحنا نرتقي إلى 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 النظم الإلكترونية والتواصل المفتوح الإلكتروني دائما، وبيت الخير هي دائما هي على نفس النهج إن شاء الله. والموقع طبعا www.beitelkhair.org. نعم. وهذا موقعنا طال عمرك، ونأمل إن شاء الله من الجميع المساهمة والشراكة في لإخوانهم من كان مواطن أو مقيم يحتاج إلى أي احتياج، فبيت الخير طبعا هي اللي تقوم بهذه الدراسة أو همزة الوصل بين الداعم والمتبرع وبين المتلقي. نعم يعطيكم العافية. طبعا ما شاء الله سعادتك يعني إنجازات جمعية بيت الخير كثيرة أكيد، ولكن السؤال هنا ونبغي أيضا نستذكر وياك هذه الإنجازات والمشاريع والفعاليات المميزة حقيقة اللي نفذتها جمعية بيت الخير في الماضي. أكيد في الماضي كثيرة منها من أطعام الطعام، ونحن حصلنا على جائزة جينيس في هذا الجانب. نعم. وأتت لجنة خصيصة طبعا مشتركة رئيسة ترأسها مؤسسة بريطانية، وكان لنا يومها مقياس في توزيع الوجبات ومقياس في جودة الوجبات كذلك، يعني لم تأتي بس بمقياس التوزيع ولكن الجودة الجودة في الشيء المقدم يعني. ونحن طبعا عندنا في هذا الجانب خاصة للأطعمة المباشرة التي توزع، يمكن في أثناء الكورونا أو وضع الكورونا الحمد لله اللي الله شافانا أمنه وبعد عنا، لكن طال عمرك كانت بيت الخير مميزة في هذا الجانب من ناحية الوقاية من ناحية الترتيب من ناحية الإشراف على 40 مطبخ طال عمرك، طريقة دقيقة جدا، وبعدين توخينا الحذر في توصيل الوجبات إلى السكن للعمال. ليس يعني نحن نتفق مع الجهة
أن نوزع الوجبات عبر الفريق منهم هم يأتي إلى أمام المبنى ويستلم وفقا للتغليف والجودة المقلفة بالطريقة التي تليق ببيت الخير وتليق بالشخص المتلقي لهذه الأطعمة. فالأبرك نعم. طيب سعادتك هل تعمل جمعية بيت الخير محليا فقط أم لها أيضا نشاطات دولية أخرى؟ بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات، وهذا ما تم اختياره في طريقها. ونشأت بيت الخير بدعم أخواننا في الحرب الخليج الثانية. نعم. تقريبا لكن للناس المتواجدين كانوا هني، وتم الدعم مطلق بتأسيس من الفريق من معالي جمعة الباجد وخليفة جمعة النابودة وأخوان من الأعضاء الذين في ذاك الوقت الجمعية توها يعني بادية، ولكن بدوا بإيواء الناس اللي عندهم مضررين وإلى آخره، وسكنوهم في فنادق في أماكن يعني. وبيت الخير بدأت انطلاقته بهذه الرجال الموجودين الأفاضل، منهم عبد الرحمن الغرير، ومنهم عبيد الله، ومنهم عبد الله عبيد الله، ومنهم عبد الواحد الرشتباني الله يرحمه، ومنهم الله يرحمه يعني نخبة من الرجال الأكفاء رجال البلد، هم اللي سعوا ولا زالوا واقفين على هذا الوضع. نعم. طيب سعادتك، وفيما يخص المعونات، كيف يمكن للأفراد أو ما هي الإمكانية على الحصول على هذه المعونة من جمعية بيت الخير، وشو هي الشروط أو المتطلبات اللازمة عليها؟ شروط العمرك الأساسية هي تكون الهوية سارية المفعول. نعم. ورقم التليفون فقط. فقط. ثم تحول إلى اللجنة. اللجنة مكونة من فرق معينة من عنصرين، عنصر رجالي وعنصر نسائي في الفريق هذا. نعم. وهناك لجنة تنفيذية كذلك تقاد من الإدارة. وفي الأمر هذا الوضع يعني نحن النهج هذا لا ننظر نظرة لشخص أن يراقبنا، ولكن نحن ننظر بنظرة إلى مرتضات الله عز وجل. نعم. ورضا. هذا هو الطريق الصحيح. بعد الدراسة طويل العمر تقيم الأمور. عندنا ساهمنا في أشياء كثيرة، طبعا بدأت البناء الجديد للمواطنين، بدينا نساهم في التأسيس، نساهم في الملاحق الإضافية. نعم. نساهم في كذلك بعض الجهات تحتاج إلى توصيل الكهرباء، ساعات تحتاج إلى بعض الأمور اللي هي إلكترونية للمنزل. هذا منزل كبير لا صار بأربع وخمس غرف وفي عوائل كبيرة. نعم. فطول العمر هذا اللي نسعى إلى أن تكون هذه الأسرة تصل هذا المنزل وهي بأرقى رضاعية موجودة إن شاء الله. إن شاء الله دائما وأبدا. سعادتك ماذا عن المشاريع المستقبلية اللي تحضرون لها في إمارة الفجيرة؟ الفجيرة هي منبع للخير. الحمد لله رب العالمين. والمسمى طبعا هو اللي يأتي بهذا النهج اللي موجود. شيوخنا في إمارة الفجيرة طول عمارهم جميعا واقفين وقفة جادة، ونحن نتذكر هذا الموضوع عندما كنا أعطونا مكان المبنى الأولي للبريد وبنيناه، ومن ثم أعطونا الأرض الثانية وبنيناها، والآن صاحب السمو كذلك تبرع لنا بأرض ثالثة موجودة ورايحين إن شاء الله في إطار بناها إن شاء الله. ونحن طبعا في بيت الخير تعتمد على الوقف الخيري اللي هو يعتبر العمود الرئيسي في دعم المؤسسة. نعم. الله يعطيكم الصحة والعافية، والله يبارك لكم في جهودكم حقيقة الكبيرة واللي تلامس المجتمع أكيد والمحتاجين من هذا المجتمع. سعادة سعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام في جمعية بيت الخير، وهو المتحدث الرسمي باسم جمعية بيت الخير، شكرا جزيلا لك سعادتك على هذه المداخلة.
لكم الشكر والتقدير ولي لكم كذلك كشركاء، جزاكم الله ألف خير. الله يجزيك الخير. أتمنى جميع المجتمع المساهمة، لأن المساهمة هو دعم لنا ودعم لإخوانهم إن كانوا مواطنين وإن كانوا مقيمين. نعم. وهذه لضيوفنا كذلك. الله يسلم، شكرا جزيلا لك سعد. شكرا. حياك الله. نعم مشاهدينا، فاصل قصير إن شاء الله وراجعين لكم، انتظرونا. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد. تعزيز المواطنة الإيجابية يتعلق بتعزيز المشاركة والمسؤولية الفردية في المجتمع والوطن، ويشمل العمل الجماعي لتحقيق التقدم والتطور الاجتماعي والثقافي. ومن هذا المنطلق مشاهدينا، قدم مركز الشارقة للعمل التطوعي وذلك بالتعاون مع مركز علمني للاستشارات الإدارية والتدريب بتنظيم ورشة تدريبية بعنوان الولاء والانتماء والمواطنة الإيجابية. المزيد مشاهدينا في فقرة إماراتنا. نعم مشاهدينا، معنا في هذه اللحظات ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة مريم حسن عبد الله البلوشي، وهي خبير قيادة مجتمعية ومدربة معتمدة في مركز علمني للاستشارات. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا أستاذي. الله يسلمك. الله يعافيك. مشرفتني ومنورتني في الاستوديو. الله يحفظك. الله يسلم. وأنا للشرف لي. الله يطول أني أنا على هاي المبادرة الطيبة الله منكم. يسلمك. وأشكركم جزيل الشكر يعني على استضافتي، وطبعا ما تعرفون قمة السعادة اللي أنا فيها في استضافتي هذا، وطبعا في موضوع جدا أحب له هو الولاء والانتماء والمواطنة الإيجابية، من العطاءات اللي أحب أقدمها حق مجتمعنا في دولة الإمارات العربية. الله يسلمك. الله يسلمك. طيب طالما ابتديتي نخلي البداية عندك ونتعرف على أو نتطرق شوي ونسلط الضوء على مفهوم الولاء والانتماء. أستاذي الولاء والانتماء، الولاء هو عبارة عن شو؟ عن مشاعر الفرد اتجاه كيان معين أو اتجاه المكان الذي ينتمي إليه. نعم. أما الانتماء، الانتماء هو شو؟ الانتساب الحقيقي لمثلا جماعة معينة، لبيئة معينة، لوطن معين، فهذا هو الانتساب. الولاء، الولاء لا يفترق عن الانتماء أبدا، متكاملين مع بعض. أنت ما تقدر تقول الولاء بروحه أو الانتماء بروحه، الولاء أي كشعور، أما تثبت به الانتماء، وهو حاجة نفسية لكل فرد في المجتمع، يبتدي من نعومة أطفاله إلين ما يكبر ويتغذى فيها على هالشعور وتفعيل الدور الانتماء. نعم. طيب أستاذة مريم، كيف يمكن تعزيز الولاء أيضا والانتماء الوطني بين الشباب والأجيال الحالية؟ أستاذ الفاضل، يبتدي التعزيز بداية من نواة المجتمع اللي هو الأسرة. الأسرة لها دور فعال جدا في تعزيز الولاء والانتماء لدى الطفل إلين ما يدخل مرحلة المدرسة، إلين ما يتم يواجه المجتمع. وطبعا في العصر الحالي اللي نحن عايشينه، الأجيال عندنا نحن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هم له تأثير كبير في تعزيز الولاء هذا والانتماء، دور كبير في وسائل التواصل الاجتماعي. فعلى الوالدين أيضا معرفة عيالهم شو يشوفون في وسائل التواصل الاجتماعي، يراقبون مراقبة سليمة اللي ما يغذي لهم عندهم الولاء والانتماء. نعم. ويعزز عندهم هذا الفعالية. نعم، دور مهم حقيقة أستاذة مريم، يقع على عاتق الأسرة، كتف أو على عهل الأسرة. نعم. الأسرة جدا مهمة، أنت تطرقتي حقيقة لموضوع جدا خلينا نقول حساس مهم جدا، لأنه الطفل من بدايته مع أسرته، اليوم الولد أبوه يشله، يفترض أنه يشله، يروح به فعاليات تراثية مضمونها تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا أكيد، والأمور اللي مثل هذه. لذلك يعني الأساس هو الأسرة، تروح تودي عيالك، تعلمهم على موروثنا الشعبي،
تعلمهم على الولاء، تعلمهم على حب الوطن، على الانتماء للوطن، لقادة الوطن، لعلم الوطن، الاحترام لعلم الوطن، الاحترام للوطن. أحسنت. تمثيلك أنت للوطن خارج الدولة، كيف تمثل الوطن خارج الدولة؟ أكيد بلا شك. فهي الأسرة أساس كل حاجة حقيقة. طيب، بعض الخصائص أستاذة مريم أو العوامل اللي تعزز المواطنة الإيجابية، وأيضا ما هي الأدوار التي يمكن للأفراد القيام بها لتعزيز المواطنة الإيجابية في مجتمعاتهم؟ سؤالك هذا يحمل شقين. الشق الأول اللي هي العوامل، بما أن نحن الأساس الانتماء والولاء يكون في الأسرة في نواة المجتمع، فلازم الفرد في المجتمع يحس بالأمن والأمان والاستقرار. بعد الأمن والأمان والاستقرار، هذا أهم عامل من عوامل التعزيز. نعم. ثاني عامل إشباع حاجات الفرد الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد يعني. وعندك بعد من العوامل اللي هي يعني تحط فيها هذا إتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع بشكل متساوي وتوزيع الحقوق أيضا بطريقة عادلة ومتساوية أيضا لجميع أفراد الأسرة. يعني ما نسوي أي نوع من أنواع أن نحن نوزع حق فرد وما نوزع حق فرد الآخر، الجميع يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات وهالأشياء. هي أهم عوامل من عوامل التعزيز. أما دور الفرد نفسه في تعزيز، أظن السؤال الشق الثاني. نعم، الشق الثاني طبعا الأدوار اللي يمكن الأفراد يعني القيام بها بأنفسهم. نعم. لتعزيز المواطنة الإيجابية. نعم، التعزيز أهم 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 شيء على الفرد، أنه هو يقدر، يكون عنده تقدير لما تقدمه الدولة لهذا الفرد من المجتمع، من حقوق التعليم، حقوق الصحة، حقوق العلاقات الاجتماعية اللي هم الاجتماعية والمادية، توفير الأمن والأمان. يعني المواطن لازم يقدر أنه هو عايش في دولة لها أمن وأمان، وهذا من أهم أسباب أنه يدور يسوي، فبذلك يحافظ على هاي الأشياء وعلى هاي الحقوق اللي عاطنها إياه، ويستغلها الاستغلال الأمثل، ويسخر كل اللي عنده في يعني مثلا يشارك في المبادرات التطوعية الخيرية مثلاً لخدمة الوطن، يسخر كل مهاراته لخدمة الوطن، لهذا الخدم، يعطي الغالي والنفيس في حق هذا الوطن. ابدا لا يتفانى ابدا في تقديم اي خدمة، اي مجال، اي مجال من مجالات الحياة عنده ابدا ما يتفانى فيها يعني. نعم اكيد. طيب خلينا نتكلم عن التأثير الإيجابي أستاذة مريم للولاء والانتماء للوطن على الفرد نفسه أو المجتمع، وعلى الوطن نفسه أيضا. التأثير الإيجابي أول شيء على نفسه، يكون الإنسان في هاي المرحلة على نفسه، يكون الولاء والانتماء، الفرد هنا يعيش مرتاح. نعم. عند صفة العطاء، عند صفة التضحية، عند صفة الصفات الحميدة اللي هو يكتسبها من صحيح. عملية الولاء والانتماء. عندك مثلا يقوم الفرد هذا بتنشئة وتربية الأجيال الجاية، فيكون عنده خبرة بتنشئة الأفراد والأجيال الجاية، لأن حين احنا حين داخلين في مرحلة تأثير كبير على الأجيال الجاية، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن التواصل. أي وطن في راحة الأمن والأمان بيكون في تأثير سلبي من برا، يكون في محاربة من برا. فالتأثير الإيجابي لهالأشياء يكون من الأب، بعدين يعطيه للابن، بعدين وهكذا تمشي في طريق الاستدامة. هذا رقم واحد. رقم اثنين أستاذي الفاضل، بعد نحن ما نقوم فيها التأثير على المجتمع، يكون عندنا مجتمع مترابط متلاحم، تسود من بينهم المحبة. صحيح. عندهم إنشاء ترابط، نوع من الترابط. صحيح. ما عندهم أي نوع من التمييز أو التفرقة أو كذا، يكون عندهم حب المبادرة والمساعدة الخيرية. وكان عندك أكبر مثال اللي صار في كورونا، الكل كان يحب يساعد، يحب يتطوع بالرغم خطورة الأمراض ممكن يصيبه. صحيح. ممكن كذا كان يصيبه، لكن الكل كان يحب شو، يحب أنه يتعاون، يحب أنه يدخل في مجال التطوعي، يساعد باللي عنده.
اللي ساعد مثلا في المجال الطبي بالخبرة الطبية، اللي عنده مثلا بالخبرة الإسعافية، اللي عنده مثلا بالخبرة الإدارية، اللي عنده مثلا بخبرة اللي هو مثلا يقوم يعطي الوجبات توصيل، الوجبات يوديها يجيبها. وايد كان عندنا طرق يعني في هالأشياء كلها. نعم. دل على دور في المجتمع نفسه. أما الوطن، الوطن يعني لازم كل التأثير في المواطنة الإيجابية. نعم، يعطيك العافية طبعا أستاذة مريم. أكيد خلينا نتطرق أيضا للقيم والمبادئ اللي من خلالها يسهم أو تسهم يسهم الولاء والانتماء أيضا في تعزيزها. أكيد. شوف أستاذي، القيم والمبادئ لا تعد ولا تحصى، لكن أهم القيم البارزة في دولة الإمارات قيمة التسامح، قيمة الأمن أستاذي الفاضل، قيمة الأمن، وعندنا قيمة الاعتزاز والفخر والانتساب لهذا الوطن، قيمة الوحدة الوطنية اللي موجودة في دولة الإمارات. هذه أهم القيم البارزة، منها قيمة التسامح جدا بارزة عندنا في دولة الإمارات. هاي كلها عن طريق شو؟ الولاء والانتماء للوطن. نعم. طيب أيضا كيف يساهم أستاذ مريم الشعور بالانتماء للوطن في تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة أيضا في تنمية هذا الوطن؟ أكيد. أول شيء أستاذي الفاضل، لازم على الفرد يعرف أن الوطن اللي هو انولد فيه ما انبنى بسهولة، انبنى بأبائنا المؤسسين وحكامنا المؤسسين، بدأوا بخطوات جدا قوية، بدأوا بخطوات جدا قوية. لازم نعرف الجيل الناشئ بهذا الموضوع، أن دولة الإمارات والوطن ما انبنى بسهولة، فبذلك عليكم أنتم أنكم تحافظون على هذا الولاء. أنتم لم تحافظون على هذا الوطن، لازم تعرفون أن الماضي كان مرحلة بناء، أنتم الحاضر مرحلة محافظة، والمستقبل أنتم تهيئون الجيل الناشئ عشان أنه يقوم بهذا الولاء والانتماء، يعزز في المجتمع نفسه. طيب دور التعليم والتربية أيضاً أستاذة مريم في تعزيز الوعي بأهمية الولاء والانتماء للوطن. شوف أستاذ الفاضل، بحكم الدراسات اللي قمنا فيها ومن نظري أنا الشخصية، التربية الوطنية والتربية الإعلامية لهم دور جداً كبير في تعزيز الإعلام. فعندك مثلاً التربية الوطنية يقوم بوضع مناهج علمية تنمي عند النشء الوطنية بمراحلها، كل مرحلة تعليمية لها مبادئ، لها دراسات، لها منهج معين في تعليم الولاء والانتماء. الدور الإعلامي، الإعلام الحين مسيطر على كل شيء، الإعلام في تطور مستمر، في تطبيقات جديدة، في أشياء جديدة، فالدور لازم يكون أيضا أن نحن نوجه عيالنا عن طريق المناهج التربوية، أن العيال ما ينجذبون لأي شيء خارج عن يعني يزيحهم عن قيمهم، يزيحهم عن تربيتهم، يزيحهم عن أي تأثير سلبي على سمعة الوطن، على سمعة الدولة اللي هم عايشينها، لها تأثير وثي على ولائهم، على انتمائهم. نعم. طيب لو تكلمنا بخصوص الأفراد، أكيد أفراد المجتمع، فكيف نعم. يمكن للأفراد أيضا بأنهم يساهموا أيضا بنشر ثقافة الولاء والانتماء وتعزيز أيضا هذا الانتماء للوطن؟ الأفراد لهم دور كبير، الأب له دور، الأم لها دور، الفرد بالمجتمع، أعضاء المجتمع، عن طريق كيف مثلا الأب يقوم بالانضمام إلى شو؟ إلى الجمعيات التطوعية، بذلك الطفل يرى، النشء يرى، الجيل يرى أن عندهم أكبر عنهم يقومون بالتطوع في هذا الشيء، يقومون في دور فعال في المجتمع، يختارون الأدوار الصحيحة السليمة للنشأ ويقومون بالانضمام إليه، ويقومون الآباء والأمهات بتفعيل هذا الدور وتعزيزه لدى الأطفال. دور المدرسة، يقومون مثلا في مناهج التربية الوطنية يحاولون أنهم يثقفون الأطفال، يوعون الوعي المعرفي، أن الوعي بالانتماء والولاء وهالأشياء اللي دور أساسي. ممكن أن إذا كان الولاء صار بصورة سلبية ممكن أنه يهدم. نعم. التثقيف والوعي وايد مهم، ممكن إذا كان بطريقة إيجابية
بنبني، والاستدامة في البناء والتربية الوطنية الصحيحة مو بس لها الجيل اللي بعده واللي جاي، ممكن الأخ الكبير يعلم الأخ الصغير والأخ الصغير يعلم الأخت الأصغر، وهكذا تكون في دائرة في مستمرة في تقديم الولاء والانتماء. نعم، يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، الله يسلمك. يعني أسعدني تواجدت اليوم. أنا والله جدا في هذا سعيدة. الحوار الشيق عن المواطنة الإيجابية، الأستاذة مريم حسن عبد الله البلوشي، خبيرة في أو خبيرة قيادة مجتمعية ومدربة أيضا معتمدة في مركز علمني للاستشارات. شكرا جزيلا لك على تواجدك. الله يسلمك، الله يعافيك. شكرا جزيلا الشكر لكم. الله والله يوفقكم إن شاء الله يا رب العالمين، يا رب. وإن شاء الله نكون إحنا قدمنا المعلومات الصحيحة والسليمة إن شاء الله للجميع بإذن أكيد الله. أكيد بلا شك. شكرا الله جزيلا. يسلمك. نعم مشاهدينا، فاصل قصير إن شاء الله وراجعي لكم، انتظرونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. المربي المبدع قادر على الابتكار والتميز في عملية التعليم وتأدية رسالته الإنسانية، قادر أيضا على خلق آفاق أوسع تواكب التطور الحضاري المتسارع في تقنيات التعليم والتعلم أيضا، وبما ينعكس إيجابا على بناء جيل قادر على تلبية متطلبات الحياة. ما أهمية وضع استراتيجية النجاح في التربية؟ الرد على هذا السؤال في فقرة مجلس الدار. نعم مشاهدينا، رحبوا بضيفتنا الأستاذة شاه عبد الرحمن إسماعيلي، مدربة تحرير الطاقات الإبداعية. أستاذة شاه أهلا وسهلا. يا هلا فيك وشكرا على الاستضافة أستاذ. الله يسلمك، يا مرحبا بك. بداية أكيد نبغي نتعرف وياك أو نسألك عن القيم والمبادئ التي يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية النجاح في التربية وتحقيق التميز أيضاً. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أي استراتيجية أو أي شيء يحتاج مني إلى القيم والمبادئ. نعم. القيم والمبادئ اللي يجب أن يكون في عندي الإخلاص، أيضاً عندي الصدق في العطاء، عندي الكفاءة، عندي أيضاً بإضافة إلى ذلك إنه المثابرة والصبر على الحياة، وأيضاً الإبداع والابتكار اللي بيؤدي بعد ذلك إلى اللي هي تحقيق الأهداف. نعم، طيب أستاذ، أيضاً أهمية وضع أهداف محددة وقابلة للقياس في سياق استراتيجية التربية والتميز. نعم، بالنسبة للأهداف إذا كانت هي محددة، معنى ذلك أنه أستطيع أن أعرف ماذا أريد أن أحققه بهذه الطريقة، أعرف ماذا أريد أن أحقق، وإذا عرفت تحقيقه معنى ذلك أني أستطيع أن أضع خطوات وأطر أيضاً موضحة لأستطيع بذلك من خلال ما عندي، ما نقول أنه القياس، أستطيع أن أقيسه وأعلم مدى إحرازي لهذه الخطوات أو لهذه الأهداف، وبعد ذلك أستطيع تحقيقها بإذن الله تعالى. نعم أستاذة شاه، يعني إحنا قبل كنا صغار في المدرسة كانت هناك طرق تحفيزية أيضا، كان فيها صرخ بس كانت تحفيزية، لكن صحيح. الآن في الوضع الحالي والفترة الحالية أكيد، ما هي أفضل الطرق يعني اللي تكون لتحفيز الطلاب لتحقيق التفوق أيضاً والإنجازات على مستوى التعليم؟ صحيح، هو ما كان في ضرب لهالدرجة، بس إنه صحيح كان ينفع مع مجموعة من الطلاب، كان ينفع مع مجموعة، لكن حالياً نستطيع أن نقول الشيء اللي يساعد زرع الثقة في الشخص، زرع أيضاً أزرع في قيمة الأمل، أبني في الأمل باتجاه التفوق، أعطيه أيضاً أزرع في حس اللي هي المسؤولية لهذا الشخص، يحتاج إلى مكافآت، يجب بعد كل إنجاز أعطيه مكافأة. هذا لا ينفع مع الطلاب بهذا الزمن أنه لا أعطيه مكافأة، لأنه ممكن يمل من هذا الأمر. أيضاً بالنسبة للمعلم لا يكون روتيني،
على المعلم أن يكون متنوع في استراتيجيات وفي الطرق التعليم اللي يستخدمها. الشيء الجميل أنه المعلم ممكن يبدأ مع الطالب بداية. الشيء الجميل اللي أقوم أيضا به أنا كل عام مع طلابي أنه بطاقة تعريفية بالطالب، هذا الطالب ممكن من خلاله أتعرف على هواياته، أتعرف على طموحاته، ومن خلاله أبني حس المسؤولية لديه. طيب أستاذ شاهك، كيف يمكن تطوير أيضاً بيئة؟ يعني إحنا تكلمنا عن الطلاب نفسهم، وتكلمنا عن الأساتذة والمعلمين أكيد، حالياً بنروح للبيئة التعليمية بشكل عام، كيف يمكن تطويرها وأن نجعلها تكون محفزة للطلاب؟ طبعاً أنا لما بشجع الطالب بشجعه ماذا؟ ليكتشف، بيكتشف نفسه، بيكتشف أيضاً، بيساعده في التعلم. الآن عندي تعلم النشط هو الأساسي في إدارة المعلم لحصصه، هذه بيساعد إنه الطالب من خلال اكتشافه لذاته، وأترك أيضاً مجال أو مساحة للطالب إنه يعبر عن رأيه، وكذلك يعبر عن اللي يجعل العملية التعليمية مرنة بالنسبة للطالب. هذا بيحفز عنده أو بيعزز لديه اللي هو التفكير الإبداعي، ويبني فيه أو يولد فيه الثقة، وعندما يتولد لديه الثقة هذا الشيء أيضا يكبر عند الطفل، وشجعه على التعلم بشكل أكثر، يحب أو عنده الشغف كذلك، هو نفسه بيكون عنده الشغف في أنه يتعلم ويدرس محتويات الدراسية وأيضا الأنشطة التعليمية، وبذلك أيضا يكون متميز أكاديميا. طيب أستاذة شاه، ما هي الدورات والورش أو ورش العمل خلينا نقول التدريبية اللي ممكن للمعلم أو للمعلمة المشاركة فيها، وذلك طبعا لتحسين أدائهم وطريقة أدائهم وتحسين وتطوير أيضا الفكر التعليمي أو التدريسي لهم؟ هي دورات متنوعة، والوزارة ما قصرت لله الحمد، والحكومة الرشيدة أيضا وفرت لنا، إذا كان من أيضا تأتي لنا بدورات خارجية وليست فقط في دولة الإمارات. الشيء اللي موجود في دورات اللي تحتاج المعلمة أو المعلم يحتاجون دورات تكون للتنمية أو تطوير المهني والتخصصي، بإضافة لي المهارات الحياتية إن كان بالنسبة له وللطالب. مثلا بالنسبة للتطوير المهني اللي هو الاستراتيجيات التعليمية، عندك اللي هي التعلم باللعب، الخرائط الذهنية، وأشياء مختلفة. بالنسبة للمهارات الحياتية اللي هو تطوير الذات، عندك أيضا صعوبات التعلم، نحن نشتكي أيضا من صعوبات التعلم عند الطلاب وأنماط الشخصيات اللي موجودة عندي، وأيضا التأثير، يعني في دورات خاصة بالإلقاء والتأثير. نحن ممكن كثير من الأحيان أو عندنا معلمين عندهم الإلقاء، عندهم التواصل، لكن ممكن نجد عند البعض قليل جدا التأثير، فهذه أيضا من الدورات اللي مهمة اللي يجب أن نحضرها، ولله الحمد موجودة عندنا بالدولة دورات كثيرة. نعم كثيرة. نعم طيب أستاذ شاه، خلينا نرجع وياك شوي للتربية مرة أخرى. نعم. ونشوف الأدوات اللي أو التقنيات التكنولوجية المتطورة اللي ممكن من خلالها بأنها يعني تدعم استراتيجية التربية. نعم، هذه أيضاً تنوعت عندنا، بالذات ممكن تكون دولة الإمارات هي من الدول المتقدمة اللي يجزيهم الخير القيادة الرشيدة حفظهم الله، اللي وفرونا من البداية لنكون نحن السباقين، مثل باقي مجالات اللي موجودة أيضاً في مجال التعليم أنه نكون دائماً سباقين. الشيء اللي استفدنا منه أنه عندي كثير من، وخاصة في فترة الجائحة ظهر هذا الأمر، عندي مدونات صفية، عندي أيضاً اللي هي تطبيقات الألعاب، عندي وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبح الآن بالنسبة لنا نحن كمعلمين، أصبح بالنسبة لنا اللي هو دافع، وأيضاً للمعرفة، وأيضاً التواصل مع الأهل ومع الطالب أيضاً. نعم أستاذ، حقيقة هناك سؤال على الصعيد الشخصي، ما الذي يعيق عملية التربية؟ ماذا التحديات التي تواجه استراتيجية التربية؟ التحديات اللي تواجهنا هي ممكن نجد من جهة أنه ممكن المنهج
نفسه، ممكن يكون اللي هو ايضا الضعف في التعلم في اللي هي الدورات اللي موجوده، او نقول انه ليست الدورات تطبيق هذه الاستراتيجيات. نعم. هي هذه اللي تكون موجوده عليك. هذا هو السبب. نعم. طيب الخطوات الرئيسيه التي يجب اتباعها ايضا في تطوير خطه عمل فعاله لتحقيق الاستراتيجيه التربويه ايضا؟ الخطط كثيرة. كثيرة. أنا سأعطيك مجموعة منها. هل تفيد الكثير تفيد. نعم تفيد. أنا عندي إذا قمنا بتحسين جودة التعليم من خلال تحديد الأهداف، نعود أيضا للبداية والمعايير، أيضا إذا قمنا بتطوير الكفاءات التعليمية من خلال أيضا الدورات التدريبية، أيضا إذا انتبهنا أو اهتمينا أيضا باحتياجات الطالب. احتياجات الطالب ما هي؟ اللي هي طرق التدريس، التحسين من طرق التدريس، وأيضا نوفر له كذلك اللي هي البرامج المتنوعة التي تساعد الطالب أو تساعدهم أو هي تكون مناسبة لاحتياجات كل فرد. وأيضا يحتاج إلى الرعاية كذلك والتكيف مع، نستطيع أن نقول التكيف مع التغيرات والتسارع اللي موجود عندي في هذا الزمن مع في مجال اللي هي التعليم، لأيضا نتغلب بعد ذلك على الصعوبات اللي تواجه. نعم. طيب في أي عمر يجب أن يتوقف أو يتوقف تطبيق استراتيجيات؟ هذا السؤال صراحة أنا سألت نفسي أكثر من مرة، قرأت كثير أنه ما بعد التعليم الأكاديمي، لكن أرى أنه هذا الشيء لا يتوقف، كما أن التعليم لا يتوقف، التربية لا يمكن أن يتوقف، لا يمكن أن تتوقف، لأنه وهي ممكن تختلف من ناحية أنه أنا عززت فيه الثقة، عززت فيه في بداية من عمر 3 أشهر أو نقول من عمر 5 أشهر إلى المرحلة الأكاديمية اللي هي الجامعية، بنيت فيه جميع الأشياء هذه، لكن يأتي دوري بعد ذلك في مراقبة، هذه المراقبة اللي تساعدني في أني أرى ما الإنجازات اللي قدموا لنفسه ولمجتمعه ولوطنه. طيب أستاذة شاه، كلمة أخيرة تحب تقولينها للأهل فيما يخص مشاركتهم الفعالة في تعزيز التربية؟ طبعا الأسرة لهم دور أساسي، والمدرسة الأولى دائما مثل ما نقول الأسرة، لهذا المطلوب منا الدعم، التحفيز، التشجيع، وأيضا تواصل مع إدارات المدارس، لأنه يد الواحدة لا تصفق. نعم، يعطيك العافية. الله يعافيك. حقيقة يعني حوار شيق عن التربية. نحن محتاجين حقيقة مثل هذه المحاور أكيد، والنقاشات التي تفيد أبنائنا الطلبة أكيد، حتى تفيد الأسرة أكيد والمعلم والجميع أكيد بلا شك. يعطيك ألف عافية. تشرفت بتواجدك معي اليوم. أتمنى أن تكون هناك لقاءات قادمة أكثر للحديث أكثر عن هذا إن شاء الله. أكيد الحوار لأنه طبعًا بحر واسع. بحر واسع طبعًا أكيد، لكن يحتاج إلى جلسات أكيد. أكيد. يعطيك ألف عافية. شكرا. الله يحفظكم يا رب. كل الأستاذة شاه عبد الرحمن اسماعيلي، مدربة تحرير الطاقات الإبداعية. شكرا جزيلا لك. والشكر جزيل لكم وللمعدين وأيضا لتلفزيون الفجيرة. الله يسلمك. الله يحفظك. نعم مشاهدي الكرام، وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله بحول الله غدا. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل ودمتم بخير.